اليوم موضوع الإيداع، من تريد تودع لازم يستقطع منك 1000 دينار، أو من تريد تسحب يستقطع من عندك مبلغ معين. يا ستي الفاضلة، هذه الشركات المزودة لخدمة الدفع الإلكتروني، أقل شركة عندها ما يقارب 200 إلى 300 موظف، هؤلاء يحتاجون إلى أموال. الأنظمة التي تعتمد هي أنظمة عالمية، هذه أنظمة ليست ببلاش، فيزا وماستر ما تبيع النظام ببلاش. الوسيط مصدر البطاقات الإيشوار أو الإكوائرر، هذول كلهم يحتاجون الأموال. طيب الشركة مين تجيب هذه الألف؟ هذه ممكن ينمي. لكن هسه اليوم قرارات مجلس الوزراء، اليوم أي ترانزاكشن بالبطاقة دون 5000 صفر، فوق 5000 يعني حتى يعني المواطن إذا صرف أكثر من 5000 يأخذون منه، بس إذا أقل من 5000 ستة الفاضلة 0.0.0.6 يعني 6 بالعشرة، يعني لا يعني رقم لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. لكن هنالك بعض العمولات العالية، مثل ما تعرفون جنابكم في الفترة الماضية بعض ضعاف النفوذ استغل موضوع البطاقات، بدأ بالتكييش خارج العراق بغرض الاستفادة من فرق العملة، مما دفع البنك المركزي إلى وضع ضوابط صارمة ومحددة على استخدام البطاقات للحد من هذه الظاهرة السيئة التي أثرت بشكل كبير.